السلام عليكم، انا ماما شرق الاسري، عندها عامين. جيت لجمعيه مغرب انقاذ، هي اللي تكلفت لي بالعمليه الاولى ديالها، كان يلا عندها عام حانا بيها، دارت العمليه وخرجت على خير. وكنشكر محسن اللي خلصوا ليا، وكنشكر جمعيه الانقاذ تما وقفوا معايا بزاف، وكاينك اجيال تما الاطباء ديالي وقفوا معايا، الله يجازيهم بخير. نتمنى العمليه الثانيه تاهي راه باقا لها عمليه بزاف على خير. وتكلفت لي بالعمليه الثانيه، العمليه الكبيره تاهي، وكنشكرها بزاف، راه عاونوني وقفوا معايا. وكنشكر المحسنين حتى هما كاملين، وكنشكر كلينيك اجيال بالاطباء ديالو، الله يجازيهم بالخير جميعا يا رب.